شوفوا يا جماعه، الدوري السنه اللي يبدا بكره ده القادم حماده تاني، يعني اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. اه هيكون دوري مختلف غامض جدا، لكن اتوقع انه يكون قوي جدا. ايه سبب غموضه بقى؟ غموضه ان مفيش فرقه تقريبا بهيكلها القديم. اه كلاعيبه، لعيبه كتير خرجت منها، لعيبه كانت معاره خرجت منها، لعيبه جديده دخلت عليها، لعيبه كانت عندها خرجت منها سواء بالبيع او بالاعاره او بال يعني حر، انتقال حر. فهتجد قوائم الانديه اللي هنشرحها تبعني يا جماعه، يعني احنا مش هنقدر نستعرض لكم كل القوائم النهارده، هنتلخبط. لكن كل ماتش للاهلي، يعني النهارده يوم الاحد الاهلي ومصر مقاصه استاذ ابراهيم، ايوه هنقول ايه الجديد على الاهلي النهارده، بس مش هنقول كل مره. الجديد على الاهلي عوده المعارين ناصر ماهر، محمد شريف، اكرم، صلاح محسن، احمد ريان، خمسه ست لعيبه. ايوه ودخل عليهم بدر بنون، بيكهام، طاهر محمد طاهر. يبقى في 8 عناصر جديده دخلت مقابل خروج ناس تقيله، كابتن احمد فتحي، كابتن شريف اكرامي، كابتن رمضان صبحي، دول يعني واعتزال او وكابتن حسام عاشور، ثم اعاره عمار حمدي والى الاتحاد السكندري. اللي رحلوا عن الاهلي احمد الشيخ راح بيراميدز، حسام عاشور راح للاتحاد السكندري، وليد ازار راح للاتفاق السعودي، حسين السيد راح الطلائع، شريف اكرامي واحمد فتحي راحوا بيراميدز، باسم علي راح المقاولين، ورمضان صبحي. ورمضان صبحي ما هو هيقول لك ده بتاع هيدرز فيلد، لكن كان على القوائم بتاعتي. وعمار حمدي اعاره للاتحاد السكندري، وصالح جمعه لسيراميكا كليوباترا، واحمد فتحي قلت لكم وشريف لبيراميدز. ده غير اللي تحت السن، فخري وشكري و الفراري فاخر شكري ورضوان، شادي رضوان، شادي رضوان. فانت عندك برضه يجي 10 عناصر او اكتر موجوده برا، المعارين تحت سن كتار كمان. ورجع لك حوالي 6 لاعبين، 3 دخل لك مثلا 8 او 9 لاعيبه عناصر. اذا انت برضه موقفك عدم الفرقه الاساسي خرج منه كابتن احمد فتحي وكابتن رمضان، ولو ان كابتن رمضان ما اشتركش تقريبا معانا افريقيا او محليا في الموسم الماضي، تقريبا يكاد يكون مشاركات قليله جدا. كابتن شريف اكرامي طبعا نفس الشيء، كابتن حسام نفس الشيء. فانت رجعت معارين، هننتظر ادائهم، ودعمت بثلاث عناصر جديده قدمتهم لسه بيكهام ما تقدمش، لكن قدمت بدر بنوم وقدمت طاهر محمد طاهر. نتمنى، وشفنا اكرم وشفنا ناصر يعني. فاتوقع برضو النادي الاهلي لان عظمه وقوامه الرئيسي اللي تحمل مسؤوليه الموسم مازال موجود. عوده المصابين هتبقى اضافه قويه جدا. كابتن رامي رجع وبسلامه الله، ربنا يحميه من الاصابه. كابتن سعد في سبيله الى الرجوع. سمعت امبارح مع كابتن شوبير اللي بحييه على الاستضافه اللي عملها الاثنين دكاتره بتاع التغذيه بتاع التاهيل او بتاع العلاج، سمعوا الناس تفاصيل ازاي النادي الاهلي بيتعامل بتفاصيل دقيقه جدا على مدى الساعه في كل اتجاه مع اللعيبه. اطمنا على ان كريم نيدفيد قرب، اطمنا على ان محمد محمود شهرين او ثلاثه هينزل. اذا انت برضو في خلال الموسم هتسترد لعيبه. كابتن سعد تقريبا يعني خلاص ايامه يرجع، اجاييه بره ماتش المقاصه بيواصل تاهيله. مين؟ اجاييه. لا سيبك من الحاجات اللي هي ايه، الشد الكادمه اللي مش عارف ايه. احنا بنتكلم على الاصابات الطويله. اذا الموسم القادم انا ليه معني قوي بعوده الاصابات، رغم ان ناس كتير تقول لك كابتن نيدفيد ما كانش معانا. يا جماعه الموسم اللي جاي على الاهلي تحديدا موسم تقيل جدا وصعب جدا جدا جدا. هو موسم عايز كل لعيب فيه، لان الروتيشن او عناصر تدوير اللعيبه الاجهاد هينال من لعيب النادي الاهلي، ونحميهم ربنا من الاصابات. اذا احنا محتاجين لكل عناصرنا، وان كل لعيب موجود
من ال 29 او 28 لاعب اللي موجودين في الفرقه يكون برضه زي الاساسي بالظبط، مفيش بدلاء في النادي الاهلي، انما في قائمه وفي يعني ناس موجوده للدفع بيها على نفس المستوى.